ذكرت بأننا خسرنا البعض من ميزاتنا، ولكن حافظنا على أحد الأصول الكبرى وهي أساسية في أيامنا هذه، وهي المصداقية. نحن نعيش في عالم مليء بالمعلومات، والحمض النووي للوكالة الصحافة كناية عن عملية التأكد من صحة هذه المعلومات. وبالطبع بسبب نشوء وسائل الإعلام البديلة التي تقدم معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة، فمهمتنا كوكالات الصحافة قد تجددت. نحن بإمكاننا أن نؤدي دورا أكبر، وهو التأكد من صحة هذه المعلومات. لألخص، لقد خسرنا دورنا كحارس لهذه الأخبار، ولكن ازداد دورنا من حيث الطرف الذي يتأكد من صحة هذه البيانات. الطريقة الأفضل لمكافحة هذه الأخبار العارية عن الصحة التواجد ميدانية والاستثمار في الصحافة ذات الجودة. التأكد من الوقائع فارق كبير جدا. ليس بإمكان أي صحافي أن يقوم بالتأكد من الوقائع، ينبغي التدرب على ذلك مستخدمين التقنيات الرقمية. فاليوم الجميع باتوا خبراء باستخدام البرمجيات الحاسوبية الرقمية، وبالطبع هذا يستلزم تدريب على الأقل لمدة أسبوع، وهذا يستلزم العمل بدوام كامل. نعم، هم صحفيون ولكن باتوا خبراء في مجال التأكد من صحة الوقائع. العمل يبقى عمل صحافي من الجوهر، ولكن يستلزم بالطبع بعض الإضافات. يمكننا أن نأخذ مثلا ساعة لكي ننشر شائعة، ولكن لدي عدة أمثلة حول كيف أنه استغرقنا 3 أسابيع للتأكد من قصة كبيرة. نعمل مع 250 صحفي في تغطية، كما تعرفون، الأزمة في فنزويلا على سبيل المثال، أو ما يحصل في باكوز والانهيار. هذا كله أمر مكلف. السؤال الأكبر هو الموارد المالية. هل تغلقون أي من مكاتبكم؟ كلا، لم نغلق، بل إننا نفتح مكاتب جديدة. المكتب الأخير الذي فتحناه كان في بيونغ يانغ في كوريا الشمالية قبل 2 سنين، ونحن ما زلنا من بين القلائل الذين عملوا في باجوز. فكان لدينا فريق، حتى كان لدينا 3 فرق لمدة 6 أسابيع هناك، وحوالي 28 مراسل صحافي مصور موجودين ميدانيا. هذا مكلف جدا، والسؤال هو كيف بإمكاننا أن نمول هذه التكلفة؟ كيف؟ من الواضح أننا نحن بالطبع نعاني على مستوى الصحافة وعمل الصحافة، ولكن نحن لدينا الصورة. هناك شهية كبيرة على الصورة، في حين معاناة الصحافة عندما نتحدث عن الأخبار وإيصال الأخبار على وجه الأخص عن جيل الشباب الذي أشرت إليهم في مداخلتك. وبالطبع أن وكالة الصحافة الفرنسية AFP قوية جدا، هي أول وكالة إخبارية صورية في العالم، ويمكنكم أن تزورونا في المعرض هنا. نحن نستثمر بشكل كبير في فئة الفيديوهات. إذا لم يتم الإشارة إلى وكالة الصحافة الفرنسية على أنها وكالة إخبارية مكتوبة، فإنه يتم إشارة إليها من حيث الصورة وقوة الصورة. الصورة قوية جدا، لدينا أمثلة كبيرة، ومن بينها عندما قامت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بارتداء الحجاب، والتقطت لها الصور وهي تعانق أحد أفراد أسر